هو ليه اللي بيعمل حاجة عدلة في وسطنا بنعايره باسم وحش؟ يا زمان ملوش عزة الأخرات ما صاحبي أنا سما معاك وبلا عشانك الزلط وزمان اللي مسك وعمل معاي الغلط اكمني بعز أخويا وعلشان وبضحي أخرتها بقيت كلب صاحبي ذمتك واحد وافي زي ده ما يستاهلش واحده برافو. وبرافو يعني ايه؟ برافو يعني قوليه الرسول لسه طالع من الفرن متعبي مربط فراوله انضف من اي حاجه في السوق لكل صاحب صاحبه قوليه تدم ميراث السلاله ايه امال ايه.